مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة دار عمر. كيف كتشوفوا واحد الإزعاج اللي كيتم في الأثناء، جرس ديال الإنذار ديال إحدى المحلات، أحد المحلات التجارية بمنطقة دار عمر أو ملتقى شارع محمد الخامس ومحمد سميحة. يجعز الساكنة بزنقة، بالضبط بزنقة ولا الزيان. وبهذه المناسبة كنقولوا للناس اللي كيديروا جرس ديال الإنذار، ديروا جرس ديال الإنذار، ديروا كاميرات ديال المراقبة مزيان، ولكن ما خصهمش يجعزوا الساكنة. الناس كيتشكاو، الناس تصلوا بقا نشوف التيفي ما قادرينش يهضروا، ولكن كيطلبوا بأننا نجيو نقولوا بأن هاد الجرس ديال الانذار هذه ماشي اول مره او ثاني مره او ثالث مره كيجعل الساكنه. تصور انك ناعس ساعات وشي الى ثانيه بعد منتصف الليل وهذا الجرس كيغوت بحال هكا. كاين الناس اللي مرضى، كاين المسنين، كاين الاطفال، كاين يعني خاص بحال الشركات خصهم يركبتو. إذا ركبتو مثلا بحال الجرس ديال الإنذار مزيان، ولكن خص يكون تقني ولا الناس اللي تكون واحد المراقبة. والناس اللي اتصلوا بقناة شوف تيفي كيقول لك ماشي أول مرة، ماشي أول ليلة، يعني كي هاد الشيء كيوقع واحد 3 أيام 4 أيام وعاوتاني كيرجع وعاوتاني كيوقع، يعني المراقبة مكيناش. هانتوما كتشوف نتمنوا بأن أصحاب الشركة تدخلوا على الخط حتى رجال الأمن كيتبرزطوا. قبل ما نطلقوا هذا المباشر كانوا رجال الأمن هنا وقفوا وشافوا هادشي وزادوا عرفوا بأن هادشي كيوقع غير بخلل ماشي بسرقة أو الناس داخلين بداخل لهاد الشركة. يعني خاص المراقبة ديال هادي خاص يكون تقني اللي كيشرف على المراقبة ديال هاد الأجهزة ديال المراقبة، خاص يكون تقني في المستوى باش ميوقعش مثل هادشي اللي كتشوفوه. الساكنة كتنزعج، الناس كتفيق، غادي جوج ديال الليل كنقولوا. نتمنوا بأن هاد الشركة هادي تدخل على تلقى حل، ماشي تدخل تلقى حل لهاد المشكل اللي كيجعز الساكنة المجاورة ديال هاد الأماكن. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم. شوف 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 السرعة باش كيمشيو بها هاد الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله.